مرحبا، انا زينب كناني من الصف الثاني جيم. عشان احنا بعطلة الكورونا حبيت انا اتعلمت اشياء مع امي وحبيت اقدم لك اياها. اليوم نعمل طبولي. المكونات: برغل، نعناع، بندارة وخيار. أنا بدي أضيف شوي من الخيار وشوي من البندورة. حامض نخلطها، نبلش نديره بعد ما نخلط منيح. وهيك ترتيب الطابور جاهزة. صحتين وعافية.